السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير بوشنيخه. مقادير سهله بزاف. اول حاجه غادي نبداو بها، عندي هنا 125 غرام ديال الزبده ذوبتها، وعندي كاس لاروب ديال الحليب بارد غادي نضيفو للزبده. كيف ذكرت عندي 125 غرام ديال الزبده وكاس لاروب ديال الحليب. عندي هنا نص كاس ديال الاتاي، يكون شيط عندكم يكون بارد تخليه، وغادي نضيفه حتى هو. غادي نضيف شويه ديال الملحه ونص خميره، يعني 4 غرام ديال خميره الحلوه. صافي دابا غادي نبدا نزيد حتى كتجمع ليا العجينه. خاص العجينه تكون قاصحه بزاف، هذا هو السر ديال البوشنيخه باش تجي مزيان. دابا غادي نخدم ايدي. كيف كتلاحظوا راها قاصحه، ديريكت غادي نبدا نخدم فيها. وضروري خاص هاد الاله تكون عندكم باش نخرجوا فيها الاشرطه اللي كنديروا في البوشنيخه. دابا غادي ناخذ العجينه ديالي غادي نقسمها على جوج، نرش شويه ديال الطقع. غادي نسرحها، ممكن الا بغيتو فيها النكهه ديال حبه حلاوه ممكن ديروها فيها. دابا غادي ندوزها في هذه الماكينه، غادي ندوزها في رقم واحد. بسم الله، نرشها بعدا بالطبع باش كامل تلص عليا. غادي نعاودها بحال كندلكها. غادي نعاودها في رقم واحد نفسه. غادي نقسمها على جوج باش تجيني ساهله حيت مازال غادي طوال. نرش شويه ديال الطعام.
ندوزها عاوتاني في رقم واحد. حتى الشباكيه الا ما بغيتوش دلكوها ممكن ديروها في بنفس الطريقه او تعاودوها بحال هكا كدلك مزيان. ولكن الشباكي ما كتبغيش تكون قاصحه بحال البوشنيخه، البوشنيخه كتبغي تكون العجينه ديالها قاصحه شويه. غادي ندوزها المرة الأخيرة في رقم واحد. دابا غادي ندوزها في رقم جوج. وغادي ندوزها في رقم ثلاثة. غادي نخدم العجينه كامله بنفس الطريقه عاد باش غادي ندوز ندوزها في الجهه اللي كتقطع علينا. دابا من بعد ما كملت العجينه كناخد وحده كنرشها مزيان بالدقيق. كيف كتلاحظوا وغادي ندوزها في هذه الجهه الرائعه. بسم الله. فاش تبدا تخرج كناخذها كنجرها باش كاع ما تجمع مع بعضياتها. كنبقى مره مره كنجرها. كتولي على هاد الشكل. دابا كناخد شويه من هاد الخيوط، ما كناخدهمش كاملين حيت الا درتهم كاملين غادي تجي كبيره بزاف وغليظه. غادي ناخد غير شويه، غادي نحاول انني نفرقهم ما نخليهمش مجموعين بهاد الطريقه. ندير شويه دقاق في ايدي باش الا كانت شي حاجه بغات تلصق ما نخليهاش. دابا كناخد جهه من هنا غادي نوريكم مزيان. كناخد هاد الجهه كنورك عليها، خصنا نضغطو عليها مزيان. كنجي هنا على حسب الحجم اللي بغيتو كتوركو مزيان هكا. كناخد موس وكنقطعهم بحال هكا، كنعاود نزيرهم ونشتتهم بحال هكا، خصهم يكونوا مشتين شويه. الطريقه سهله بزاف كيف كتلاحظوها. غادي ندير هكا هاد العجينة اللي غادي تشط ليا، غادي نعاود نجمعها ونشكلها مرة أخرى.
هنكمل بنفس العملية. هذه مازال فيها شي حاجة. بحال هادو اللي تيكونوا ما ملاصقينش غادي تحيدوهم. دابا من بعد ما كملت البوشنيخة ديالنا كيف كتلاحظوها، غادي درت الزيت كيسخن وغادي نديرها كتقلى. دابا من بعد ما كملت كيف لاحظتوا معايا البوشنيخة، درت الزيت كيسخن، كناخد وحده كنزيرها مازال وكنشتتها عاد باش كنحطها. ضروري الزيت يكون سخون. دابا غادي نقلبوهم، ما كنخليهمش يتحمروا بزاف غير شويه حيت هما دغيا كيطيبوا ما كياخذوش وقت كثير. صافي دابا كنحيدوهم وكنديرهم في العسل اللي سخناه من قبل وخليناه دفا. البوشنيخة ديالنا هي هادي، من بعد ما قليناها درتها في العسل وصفيتها. ممكن انكم تخليوها بحال هكا، او ممكن ترشوها بزنجلان محمر، او ممكن ترشوها باللوز مهرمش. كنتمنى انكم تجربوها وتنجح ليكم وتعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر مع وصفه جديده. وما تنساوش تابوناو في قناه طبخ ليلى باش يوصلكم الجديد.